في البداية عندي اليوم أعضاء لجنة التحكيم الموقرين ونقول أهلا وسهلا بهم، بالإضافة إلى لجنة التشبيه المتواجدين اللي راح يقسمون أمامكم وعلى قنوات التلفزيون الموجودة في هذه اللحظات. أقسم بالله العظيم إن حكم مهرجان قطر الإبل بكل صدق وأمانة ولا أنحاز لأي شخص أو قبيلة أو وسم وإن حافظ على سرية العمل بكل صدق وأمانة والله على ما أقول شهيد. بسم الله العظيم إن حكم في مهرجان قطر للإبل بكل صدق وأمانة ولا أنحاز لأي شخص أو قبيلة أو وسم وإن حافظ على سرية العمل بكل صدق وأمانة والله على ما أقول شهيد. جزاك الله خير. أقسم بالله العظيم أن أحكم في مهرجان قطر للإبل بكل صدق وأمانة ولا أنحاز لأي شخص أو قبيلة أو وسم وأنا حافظ على سرية العمل بكل صدق وأمانة والله على ما قول شهيد. صدق الله العظيم. أقسم بالله العظيم إن حكم في مهرجان قطر للإبل بكل صدق وأمانة ولا أنحاز لأي شخص أو قبيلة أو وسم وإن حافظ على سرية العمل بكل صدق وأمانة والله على ما أقول شهيد. جزاك الله خير. أقسم بالله العظيم إن حكم في مهرجان قطر للإبل بكل صدق وأمانة ولا أنحاز لأي شخص أو قبيلة أو وسم وإن حافظ على سرية العمل بكل صدق وأمانة والله على ما أقول شهيد. جزاك الله خير. أقسم بالله العظيم إن حكم في مهرجان قطر للإبل بكل صدق وأمانة ولا أنحاز لأي شخص أو قبيلة أو وسم وإن أحافظ على سرية العمل بكل صدق وأمانة والله على ما أقول شهيد. جزاك الله خير. أقسم بالله العظيم إن حكم في مهرجان قطر للإبل بكل صدق وأمانة ولا أنحاز لأي شخص أو قبيلة أو وسم ونحافظ على سرية العمل بكل صدق وأمانة والله على ما أقول شهيد. جزاك الله خير. أقسم بالله العظيم أن سنن وأشبه في مهرجان قطر للإبل بكل صدق وأمانة ولا أنحاز لأي شخص أو قبيلة أو وسم وأنه حافظ على سرية العمل بكل صدق وأمانة والله على ما أقول شهيد. جزاك الله خير. أقسم بالله العظيم أن سنن وأشبه في مهرجان قطر للإبل بكل صدق وأمانة ولا أنحاز لأي شخص أو قبيلة أو وسم وأن أحافظ على سرية العمل بكل صدق وأمانة والله على ما أقول شهيد. جزاك الله خير. أقسم بالله العظيم أن أسنن وأشبه في مهرجان قطر للإبل بكل صدق وأمانة ولا أنحاز لأي شخص أو قبيلة أو وسم وأن أحافظ على سرية العمل بكل صدق وأمانة والله على ما أقول شهيد. اليوم بدينا أشواط المجاهيم بعد انتهاء فترتين، فترة المغاتير كانت مكونة من 31 شوط وفترة الأصايل من 34 شوط، كان فيها أشواط حساسة، كان فيها صفقات مليونية، كان فيها تنافس على البيرقين سواء بيرق المغاتير اللي حاز عليه زايد العاصي الشمري أو بيرق الأصايل اللي حاز عليه عبد الله بن أحمد بن طوار الكواري. للأمانة كلا الشخصين حازوه بجدارة وبتنافس مع أخوانهم المشاركين، ونقول لهم نبارك لهم حيازتهم البيرقين ونبارك الجميع الفائزين. واليوم بدينا أشواط الحماس، أشواط المجاهيم، عندنا 34 شوط مكونة من في جميع الأسنان وشوط بالإضافة إلى شوط 23 وشوط النخبة 30 مشترى. واليوم عندنا كان دخول المنفرد في 6 أشواط، شوطين محلي 3 شرايا و3 أشواط بكار دولي وشوط قعدان بعدد 432 مفرودة ومفرود.
للأمانة كانت عملية الدخول عندنا سلسة. نشكر المشاركين على سعة إصدورهم ونقولهم إن شاء الله فالكم النوس. نتمنى لأخواننا المشاركين إن شاء الله التنافس الشريف ونعيد ونكرر المنافسة بين الحلال رؤوس الرجال ما تلحق شيء. ونقول فالكم النوس جميعا. مشاركين في شوط التحدي نسأل الله التوفيق لنا والأخواننا المشاركين. اي نعم الحلال طيب ولا أحد حضر إلا طيب، وحن إن شاء الله حضرنا الطيب والباقي على رب العالمين. بكرة هذه أول مشاركة تشارك. اي نعم والله نتمنى لهم التوفيق لنا ولهم، وهم حضروا زين حن حضرنا زين، حلال كله داخل مع حلال والحمد لله رب العالمين. والمقصد مشاركة في مهرجان جزيرة العطاء، والله يطول عمرهم شيوخ أهل قطر. نقول الله يطول عمرك، الله يوفقنا وياهم، نتمنى لهم التوفيق، نعودهم إن شاء الله في العلوم الطيبة. والحلال والحلال مو هو يمثلنا، حن اللي يمثل ربعنا بالعلوم الطيبة. والحلال الحمد لله دخلنا مع حلال، وإن فاز راجينا من الله، وإن ما حالفه الحظ هذه حالة المزايرات. والله مشاركتنا اليوم طال عمرك في شوط المفرد هني، الله الله محضرين باكرة، نتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا وجميع المشاركين. اسم الباكرة شناح، وفي شوط التحدي رقم واحد. انجازات طال عمرك حاصل على المركز الأول في رزين، الله الله، وحاصل على المركز الثالث في سويحان. نعم والباكرة محضرينها اليوم في جزيرة العطاء، سمعنا بالمهرجان الطيب وينا هنا محضرين ومشاركين، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن والجميع المشاركين توفيق. لا والله ينا منافسين ويجي إن شاء الله، إن شاء الله أن نشل الدرع. نقول لهم مشاركين الله يوفقكم إن شاء الله جميعا ويكون في عونكم، نوعدهم إن شاء الله بالمركز الأول، ما هنا على رقم اثنين. والله مشاركين في التحدي عندنا بكرة العطيب أول مشاركة لها، الله الله، لا لا مشترى على الوافي، بوها من عيال الوافي، الله الله، والله الحلال قوي والتوفيق عند الله. والله كلنا مشاركين في الدار، كلنا مشاركين هنا، حلال قوي والله يعين اللجان على التحكيم، بس الحلال كل الحلال كله قوي، حلال طيب وقوي، ونسأل الله التوفيق لنا والهم إن شاء الله. الظن إن شاء الله طيب، أنا عندنا ما يبون مشاركة، دي عندنا مشاركات أخرى عدها في فردي وفي الجمل، نسأل الله التوفيق إن شاء الله لنا والأخواننا مشاركين. والله مشارك قعود وباكرة فراعة شوط التحدي شوط المشترى أي شوط الثلاث، والله ما حظ ما حد يجي هنا ولا بطيب، نسأل الله يوفقنا ووفقهم إن شاء الله. المزايا لما صار فيه منافسة ما صار له طعم، لازم تكون لكم منافسة بينك وبين أخوانك، والناموس معرفة أخوان شمة هو الناموس لحاله. والله البكرة ذي ما شرناها إلا نبغى نحافظ على الرمز ذا. عندنا بكرتين دخلناها في شوط التحدي بالتوفيق على الله، الشوط ما دخلها إلا واحد في راسي حماس، شوط حماسي. عندنا مشاركات في الأيام الجاية، ما أنا مصلح عن هذا الحين لكن بتشوفها إن شاء الله، نوعد جمهورنا إن شاء الله باللي يفرحهم إن شاء الله ويرضيهم. لها مشاركات الميادين مزينات الفرعية ومنافسة ثاني وثالث طال عمرك. والله ككثرة أول مرة أشوف مثل كثرة السنة هذه المزينات، من يوم تبدأ مزينات ما شفت مثل كثرة مفرد السنة هذه. الحقوها إن شاء الله الحقوها طيبة، ما قدم كل ما قدم إلا حجم طيب، وحما قدم إلا طيب، والتوفيق عند الله. احنا موجودين إن شاء الله هنا في مزاين قطر اللي ناموس وفخرنا نشارك فيه بغض النظر على النتائج وكل شيء. مشاركين اليوم في شوط الثلاث دولي، وعسى الله التوفيق لنا والمشاركين ان شاء الله. مشاركه قبل اقل من شهر في مدينه زايد، حصلت على المركز الخامس، وان شاء الله لنا متاملين خير ان شاء الله فيه. والله الحلال مثل ما تشوف، الحلال على مد نظرك والزين واجد، ونسال الله التوفيق والله يعين اللجنه. والله نقول جزاكم الله خير ويا مرحبا بالجميع.
مشاركين ان شاء الله في المفرد الدولي تلات والتوفيق على الله. والله ما حضر في جزيره العطل لمطيه قويه البكر اول مشاركه ولها قوت فيها ان شاء الله طيبه. اختها ماخذه الاول العام من امه وابوها هنا. أصبر. والله يوفق ان شاء الله التوفيق الطيب لنا ولجميع المشاركين. مشاركين في شوط الثلاث الفريد محلي في الشرايا المحلي. والله الاشواط اليوم قويه، حاضر حالهم طيب، احنا محضرين زين، نسال الله التوفيق لنا ولجميع اول مشارك. والله نقول الله يوفق الجميع ان شاء الله. مشارك في شوط القعدان مفتوح ونسأل الله التوفيق لنا ولجميع المشاركين. صحيح اللي مشاركه 105 ونسأل الله التوفيق لنا ولجميع المشاركين، نقول عسى الله يوفقهم ويوفق الجميع. مشاركين في شوط القعدان بعيال الحاكم انا العون التميمي. مشاركتنا الثانيه في مع البكار ثلاث بنت حاكمه العون. الحلال طيب واللي حضرنا به طيب ابشرك. مرحبا بهم. إن جاهزين وهم جاهزين وعلى التوفيق عند الله. نوعد جمهورنا ان شاء الله بالرقم ان شاء الله الزين باذن الله. الحضور طيب والمزاين قوي. وحضرنا ان شاء الله بحلال طيب ان شاء الله يجملنا ان شاء الله باذن الله. طبعا مشارك في شوط المفاريد تلاد دولي. تعتبر اول مشاركه ان شاء الله. نسال الله التوفيق لنا وال لجميع المشاركين. في الحقيقة المشاركات طيبة، الحضور قوي، الحلال طيب جدا، التنظيم أطيب من الطيب. نسأل الله التوفيق لنا وللجنة المنظمة وإن شاء الله ما يخيب الله مساعيهم كلهم إن شاء الله بإذن الله. والله ما بلى توفيق الله، والله يبيض وجه الربع اللي حضروا اليوم كلهم، وما حد جاء هنا إلا يبي الناموس يبي التوفيق، والأمر كله بيد الله سبحانه أولا وآخرا. والناموس الحضور والمشاركة هذا أكبر ناموس للجميع. التحدي شرايا ما لها مشاركات ومشاركين إن شاء الله توفيق على الله إن شاء الله. كل مستعد وكل مجهز له زين وكل مجهز له حلاله طيب وكل مشارك وكل يبغى التوفيق. حلال الصعايب سيدي رمز البلاد المستقبل.